هلا من بين كل العالم ما لقيتي غير قدري يروح معه؟ اي والله حرام عليكي. بالله، يعني وين بدي لاقي لحدا بيساعد يروح معه؟ ايه ما في غير قدري بوشي. هلا المهم انه قدري افندي ما يعمل له شي فصل ناقص او يكشف حاله ويسود له وشه قدام الجماعه. انا لهلا ما فهمت شو قصة ليلى مع هذا المدير تبعها؟ حبيبتي لا قصة ولا سيرة، المخلوقة حاببته للزلمة مبينة. يعني إذا حاببته ليش لتقول إنها مخطوبة؟ يا هبلة، لأن هو طلع كمان خاطب، فهمتي؟ إي لا ما فهمت، يعني إذا خاطب وعم تقولي بتحبه، لازم تعمل جدل لحتى تطفش خطيبته، مو بتعرف تعمل حالها مخطوبة بتقوم بتطفشه لإله؟ حبيبتي فرضيتك مظبوطة إذا كان الحكي عنك سميحة، بس نحن عم نحكي عن ليلى وأنت بتعرفي شو يعني ليلى. على خير، بس المهم هلأ لازم تشيليه من بالك نهائياً. يا الله يا ميديا، ما بقدر ما بقدر. اليوم كان عم بيدوب قلبي وأنا عم شوفه شلون عم يطلع فيه وعم يضحك له. ميديا، أنا بورتة كبيرة، أنا حاببته. لك حب من طرف واحد ما بيجي من وراء غير القهر. طب شو أعمل؟ مو بإيدي، ما عم بقدر سيطر على حالي. ما بعرف شو بدك تساوي، بس معقولة تتركي حالك هيك عم تتعذبي وهو ولا حاسس فيكي؟ أكيد لا، أنا بكرة رح شوفه ورح أعترف له بكل شي. لك مجنونة أنتي؟ يعني عن جد إذا بتقولي له هيك رح يحتقرك ويكرهك، وإذا قبل الفكرة أنتي لازم تكرهي حالك لأنه بتعرفي أنه مرتبط. يا حرام، شو ذنب خطيبته؟ وأنا شو ذنبي؟ فوتي لي لقعدة. خير؟ شوفي؟ أستاذ وسام، أنا لازم أعترف لك بشي. خير ليلى، شوفي احكي. أنا بدي أترك الشغل. أوف، ليش هيك؟ يعني في حدا ضايقك؟ في حدا زعجك؟ احكيلي. لا أبدا، عرسي قرب وخطيبي بده يعني يكون ست بيت ما أشتغل. إذا هيك شي تاني، يعني أنا أكيد لا بريد ولا بقدر وقف بوش مستقبلك، ولو أني كنت بتمنى أنك تضلي معي. قصدي معنا هون بالمجلة. أنا أستمع. ليلى، منيح لي لحقتك سيدي. ما قلت لك اي حدا بيترك الشغل عندنا بالمجلة بياخد اسمه سيفونير معه؟